وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر وأحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فهل هذا الكلام يدل على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يعذر بالجهل؟ نعم، إذا كان ما عندهم أحد يعلمهم ويبين لهم نعم، لكن الآن التعليم موجود، موجود والبيان موجود، ويسمعونه بآذانهم ليلا ونهارا في المساجد، في المدارس، في الإذاعة، يسمعونها البيان، قامت عليهم الحجة. لكن لو قدر إن واحد ما جاء واحد يبين له ولا يعلمه، هذا يعذر حتى يأتي من يبين له. نعم.